vers un diphtong. Mais l'ADN de Bedawa est un petit peu double. Elle est sous forme d'un think tank et on aura à nous revoir. J'espère que les sympathisants et ceux qui vont, rejoindre Bedawa vont être nombreux sous forme de débat sur des questions qui nous intéressent tous au quotidien. Parce que l'on vit tous à Casablanca et, on a envie tous de vivre bien. نأكدوا على الحساسية هذا الموضوع هذا اللي اختاريناه واللي هو كيهم جميع الساكنة البيضاوية وكنشوفوا الحضور الهام المكتف في القاعة لأن الجميع كيهتم بهذا الموضوع والجميع باغي يعرف أفين شنو كيدار شنو كيدار وشنو خص يدار لان بوكو دو شوز سون فيت مي مازال مسائل اللي خص يتجند لها لا المواطن ولا المسؤولين باش نحسنوا الوضعيه ديال لا بروبرتي في مدينتنا باش كلنا نعيشوا في واحد النوع ديال لو بيانات ولان كنعرفوا لو كونترير راه غياثر على صحتنا وهذه الصحه ما عندها ثمن. فكره بدور ربما راه قلتها في الكلمه القصيره ديالي بدواك عندها ان دوبل ادان يعني غادي نحاولوا نشوفوا المواضيع اللي كتهم الساكنه البيضاويه بحال احنا بدينا بلا بروبرتي لان مهم كثير وغادي نزيدوا نشوفوا من بعد لا بروبرتي دو لير لو بروبرتي دو سول لو سبور لي فيردور لي هادشي كله غادي نطرقوا له كل مره وكنتمنى الصحافه تكون معنا باش باش حتى هي كتعطينا واحد الدعم واحد نوز انكوراج. اذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا بلا فور تي في دائما في قلب الحدث.